تم اليوم كما راكم تشاهدوا معنا وضع حيز الخدمة وتزويد للكهرباء لمستثمرة فلاحية عين الحامة هنا على مستوى بلدية بني حميدان اللي كانت فيها عدة أعمدة باش بدنا من الكهرباء. وباش نعطيكم معلومة منذ مطلع السنة يعني تاع 2022 حوالي 50 مستثمرة بين الفلاحية وكذلك المستثمرات الصناعية. إن شاء الله من هذا المشروع الكهرباء رانا درسنا عملنا دراسات لإنشاء دي باتيمون سيت باتيمون أغريكول لتربية الدجاج اللحام. الواحد في الباتيمون الواحد يوفر لنا 10,000 طير لحام.